أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس مع الأسبوع الثالث لوحدتنا عالمنا قرية صغيرة لمادة اللغة والأدب. فأهلا وسهلا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف السادس. نبدأ عزيزي الطالب بذكر الهدف في هذا الأسبوع. الهدف يا عزيزي هو التعريف بمحتويات الأسبوع الثالث. في هذا الأسبوع سنقوم بإملاء لفقرة خارجية دون التدرب عليها، وذلك لمراجعة بعض القضايا الكتابية التي درسناها في السنوات السابقة ولتقيم نفسك أين نقف في مهارة الكتابة. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنتطرق إلى القاعدة الإملائية بعنوان ألف التفريق، ومتى تكتب ألف التفريق ومتى لا تكتب. وألف التفريق يا عزيزي هي ألف تزاد بعد واو الجماعة للتفريق بينها وبين الواو التي هي من أصل الفعل، والواو التي تكون في جمع المذكر السالم عند حذف نونه للإضافة. ثم نتطرق عزيزي الطالب إلى نص من النصوص من نصوص المقالة الأدبية، وهو بعنوان أصول اللياقة في التعامل مع الرسائل الإلكترونية. في هذا النص سوف نتعرف على أجزاء المقالة يا عزيزي الطالب، وسوف نقوم بتحديد هذه الأجزاء على النص، ثم نقارن بين البريد التقليدي والرسائل الإلكترونية وقديما وحديثا. ثم عزيزي الطالب سوف نتطرق إلى الإجابة عن الأسئلة التابعة لهذا النص، وبعد ذلك سنقوم بتحليل مقالة، سنقوم بكتابة مقالة ونقوم بتحليل أجزاء المقالة في هذا النص. ولابد أن تتذكر عزيزي الطالب عناصر المقالة، وهي ثلاثة عناصر: الخطة والأسلوب والمادة. الخطة هي مقدمة وعرض وخاتمة، المادة هي مجموعة الأفكار والآراء والحقائق والمعارف والنظريات والتأملات والتصورات والمشاهد والتجارب والأحاسيس والمشاعر والخبرات التي تنطوي عليها المقالة. والأسلوب هو الصياغة اللغوية والأدبية لمادة المقالة، أو هو القالب الأدبي الذي تصب فيه أفكارك. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من المطلوب منك في هذا الأسبوع من النصوص والإملاء والكتابة الإملائية. شاكرة لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي وطلابي طلاب الصف السادس.